كان عايز يفتح الصحاب قول لهم العادي يعني يا ابني يا صاروخ قول تعال رايح وجهي ده يحبون الظهور لأغراض شخصية هؤلاء أعداء النجاح والتفوق لا يريدون هذا البلد عزته إذا حضرت الكاميرات ظهر هؤلاء بلدنا يريدون الظهور أنا في القنوات العالمية ما أنت في القنوات المحلية الأمان. Thank you.
راضي يجيب المكنه كان زمان تحت. راح اوصل من هنا توتر من هنا الاول.